أما هلأ نور رح نروح لمساحتنا التالية، ويمكن خلال فصل الشتاء تتعرض البشرة لكثير من عوامل اللي بتؤدي لجفافة، وأكيد مشاكل أخرى ممكن تعاني منها، وبتكثر الأسئلة عن كيفية ترطيب البشرة والعناية فيها بين مواد ممكن يتم استحضارها وتحضيرها بالمنزل، وبين مواد ممكن يتم شرائها من الخارج ممكن يكون لها مضار أيضا إضافية مع الاستعمال المستمر. كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا لليوم الكيميائية براءة حداد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يسعد صباحك. بالبداية قبل ما نحكي عن مشاكل البشرة وتفاعل البشرة فينا نقول مع المناخ والفصول، خلينا نحكي عن أنواع البشرة اليوم وميزات أنواع البشرات. صباح النور وصباح الصحة والجمال. يمكن اليوم وصلنا لمرحلة في وعي يعني واضح عند السيدات، يعني جزء كتير كبير قادر يحدد نوع البشرة. إذا الصبية مو قادرة تحدد نوع بشرتها أكيد فيها تلجأ لمختص بالبشرة أو الطبيب الجلدية، لكن نوعا ما يمكن في أنواع من البشرة ما بتخبي حالها، خاصة نحن في عنا كتير أمور شائعة وبتميز كل نوع من أنواع البشرة. أول بشرة رح أعرفك عليها هي المختلطة، حتى بتحسيها كتير موجودة عنا ببلادنا، جافة ودهنية سواء تماما 100% بتلاقيها مختلطة بين البشرة الدهنية أو بنسميها الزيتية والجافة. تتوزع البشرة الدهنية هي بحرف الت، الجبين والأنف والدقن، بتلاقيها هون فيها لمعة، حتى بتلاقي بيكتر فيها الحبوب، بتلاقي مثلا الزيوان بيتوزع حوالين الأنف أو على الأنف كامل وشوي بالدقن، لكن بتتميز باللمعة. للأسف الاهتمام بالبشرة المختلطة أمر مو هين أبداً، لأنه أنت بيكون عندك التوزع المادة الدهنية على الحرفتين، بينما منطقة الخدود بتلاقي شوي ناشفة، فأوقات نحن بنضطر نحن لحتى نهتم فيها نستخدم نوعين من المرطبات أو الكريمات، الغسول الدائم بس مشان نحقق هذا التوازن. النوع البشرة الثاني هو الدهنية، للأسف اللمعان فيها كتير قوي، كتير من السيدات بتعاني كتير من ظهور حب الشباب الدائم الموجود فيها، وكتير بيعالجوا على أوقات كتير طويلة، حتى كتير من الدكاترة بيحاولوا قدر الإمكان يغيروا من طبيعة هاي البشرة من خلال الأدوية والمرممات وغيرها. البشرة العادية أو المتوازنة بتلاقيها أهم شيء فيها أنه مثلا ما تعادية جدا، ما عندهم هاي اللمعان أو هذا الجفاف، متوازنة حتى بكل فصول الصيف، مشاكلهم كتير قليلة، حتى الخطوط التجاعيد اللي بتظهر كتير عادية، وبتكون حتى ست السيدة يعني متوازنة مع حالها وعرفانة تهتم فيها بشكل منيح، ما بدها الترطيب الدائم أو الاهتمام الزائد، وما بتعاني من موضوع جفاف. البشرة الجافة للأسف كل السيدات اللي عندهم البشرة الجافة أول شيء بتقلك كأنه بحس حالي عندي خطوط التجاعيد زايدة أكثر من قبل بسبب الجفاف الموجود فيها، فبدها تكون حريصة على موضوع الترطيب الداخلي والخارجي، الداخلي إنه شرب المي، الخارجي إنه أنت بدك تخلي دائما كريم المرطب موجود معك وتختاريه بعناية لحتى يهتم بالبشرة الجافة. للأسف التشققات كمان بتكون واضحة، يعني حتى بتقلك إنه أنا بحسها خشنة وعم تظهر هي المادة البيضاء، هو نوع من الأشب بسبب أوقات فرط استخدام المياه، أوقات قلة اهتمام وعناية. نعم، يعني مثل ما حكيتي أستاذة براءة، يعني في كتير أنواع للبشرات، وأيضا هذا الشيء كمان بيعني ترطيب مختلف لكل تماماً. بشرة. خلينا نحكي عن مفهوم الترطيب بحد ذاته. اليوم لما بقول أنا بدي استخدم مرطبات للبشرة، الأوقات اللي لازم استخدمها فيها صحيح. والتركيبات اللي بتختلف مثل ما قلتي بين بشرة وبشرة أخرى. صحيح. هلأ كلمة مرطب أكيد كلمة علمية جاءت من أنه نحن بنحكي على نوع من المستحلبات، نحن بنسميه مستحلب ماء في الزيت أو زيت في الماء، ما رح فوت بيك كتير هاي التفاصيل، لكن اجت هاي الكلمة انه انا متواجد عندي توازن بين طبقة الماء ويعني تركيبة المرطب فيه شوي من المي والأحماض الدهنية والزيتية والمواد التانية يلي بتساهم باحتباس الماء بالجلد، هي معناتها كلمة المرطب. لكن كيف انا بسعى لهذا؟ من خلال التوازن بين الطبقة العضوية واللا عضوية بالمرطب. ليش؟ مشان وقت بتحطه بتطبقه البشرة، بتطبقه السيدة على البشرة او الايدين او مناطق مختلفة من الجسم،
الجسم تحس بالملمس الناعم وتحس انه لا بعد البشره رطبه، يعني محتبس فيها كميه من المي اللي بتساعدني انه لوقت طويل ما احس بهذا الجفاف او بتحميني من عوامل المناخ. هذا معناه كلمة مرطب. هلأ الـ بدنا نجي للمواضيع الثانية، إنه مثلا أنا استخدم شيء بداله مثلا كلمة مرهم أو الكريم. مرهم لا، أما كلمة مرطب أو كريم هدول الكلمتين اللي أنا لازم أختار الكريم اللي بدي. يعني رحتي على صيدلية بدك تشتري، ما بقول له بدي مرهم، بقول له يا كريم مرطب أو الكريم العادي. أو هلأ دارجة كلمة اللوشن، علميا نحن بنفهم شو معناتها هاي القصص، لأنه هي عبارة عن أنسة نسبة من الأحماض الدهنية والمواد الثانية اللي بتساعد بالترطيب. فلذلك أنا بس بدي نبه على موضوع التركيب الكيميائية للمرطبات نحن ننتبه له. ححكي على موضوع أنه كثير من الصبايا بيسألونا أنه أنا شلون بدي أختاره. مجرد ما شفنا عليه كلمة فيتامينات، فيتامين إي، فيتامين آ، مرممات بشرة، البانتينول، شمع العسل، شمع الكارنوبا، مادة الجوجوبا، زيوت الجوز الهند، الليمون، كل هاي الكلمات لما بنشوفها نحن على بطاقة البيان الخارجية للكريمات، هذا أنا لازم أشتري. ساعتها أنا بعرف إنه هاي المواد هي اللي حترطب البشرة. طبعا مصطلحات كتير كبيرة، لكن هذا أكتر شيء اللي دارج عنا. هلأ بأيام زمان كتير بيسألونا، طب أيام زمان شو كانت السيدات ترطب؟ أقدم مرطب عرف على بالعالم كله زيت الزيتون، وهذا بدي أسألك عنه. يعني في كثير من السيدات عم يتابعونا بتقلك يمكن كمان ما قدرتها تشتري كريمات أو مرطبات، بس في ماسكات طبيعية يعني من مواد الموجودة بالبيت أو بعض القصص والتفاصيل الموجودة بالمطبخ، فيني أنا أعمل ماسك طبيعي وبنفس الوقت يكون مرطب للبشرة 100%. شوفي اليوم نحن بعد بنسميها ثورة صناعية بعالم التجميل اللي عم تظهر هلأ. دائما 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 المشروع الأكبر هو العودة للطبيعة. نحن عندنا مواد كيميائية، يعني اليوم مثلا الفيتامين بتاخديه انت طبيعي مثلا من الخضار والفواكه، لكن نحن بعلم الكيمياء قدرنا نصنع فيتامين الاي والآ من مواد كيميائية. هاي الحقيقة ما فينا ننكرها نحن. لذلك بقول لك في عندي الطبيعي والصناعي. تمام. فاليوم المشروع الكبير اني انا اعرف كيف ارجع للطبيعه. الكريمات اللي طلعت جديده المرطبات بتلاقيها بيكتبوا لك مدعمه مثلا بزيت الزيتون او زيت جوز الهند. ليش؟ زيت الزيتون فيه ماده اسمها السيكولين، هي معروفه من اهم المرممات للبشره. اذا البشره جافه بيساعد على الترطيب، اذا عندي ندب، بقايا ندب من حب الشباب، هذا كمان بيساعد على ترميم هي الندب. اليوم للاسف الندب لما بيكون الى مساحة معينة مثلا كذا ميلي أو عاملة مسامات كتير كبيرة، للأسف العلاج اليوم مو هين، لأنه دائما علاج البشرة بده وقت كتير طويل. للأسف مثلا اللي عم يتعالج من حب الشباب بلاقيها على مدار 5 سنين يعالج حب الشباب وما بعد العلاج هو الندب، فلذلك بتستغرق وقت كتير طويل. اليوم بعالم التجميل لجأنا لأجهزة. طب أنا إذا ما عندي جهاز وماني قادرة أروح على مراكز، أنا بلجأ لهي المواد الطبيعية. زيت الزيتون إذا عنا بالبيت، رح قلك على الحليب، كم نقطة حليب أنا باخدهم بالقطنة بوزعهم على البشرة، أنت حصلتي على ترطيب. الحليب فيه حمض اللاكتيك، الأحماض الدهنية، بالإضافة للفيتامينات الموجودة فيه. كمان العسل غالي جدا، نحن بنقول أي صبية قادرة أو بتحب يمكن نقطتين أو ثلاثة عسل، يعني براس معلقة مع اللبن مثلا مع الحليب أو مع الزيوت. يعني إذا أخذتي زيت الزيتون مع عسل أنت حصلتي على ترطيب. ممكن مع نشا ممكن تنحط ولا لا؟ النشا بيشد تماما، ومو لكل أنواع البشرة أنا بحطه. حلاوته إذا كنتي عم تعملي مثلا تقشير أو حاطتيه بماسك إنه تحطيه مثلا مدة 10 دقائق وتقيمي، هون ساعتها بيفيد النشا. كمان عندي أنا بالبيت مثلا زيت جوز الهند حكينا عنه، زيت اللوز الحلو، كل الزيوت. أنا بس بدي أحكي عنها معلومة صغيرة، أي نوع من الزيوت بتجيبه، المشهور أكثر البابونج لحتى يهدي لك البشرة إذا عندك إحمرار أو مثلا التجاعيد الناعمة أو عندك الحبوب شوي على الوش، كم نقطة أنا بحطهم بقطنة بوزع على كامل البشرة. المرحلة اللي بعدها التدليك. هلأ هون شو معنات التدليك؟
أنا مو معنات أني حطيت كريم مرطب أو نوع من الزيوت على بشرتي خالص، لا، نحن بيجي معنا التدليك. ليش؟ لحتى أنت تتحرك الدورة الدموية بكل البشرة. النقطة الثانية، أنا الكولاجين أنا بقدر حركه بالبشرة. بدي أحكي عليها سريعا، أنه لما اللي بدلك أنا عند منطقة الخدود من الأنف للأذن مع بحاول هي الرفعة، بتكوني أنت حركتي الدم كامل منطقة البشرة. اللي عند الجبين أنا بشد لفوق عشان ما احط ايدي على بشرتي، بشدها لفوق. انا اذا هون في مثلا عم تظهر خطوط رفيعه من التجاعيد، انا بحاول يوم بعد يوم بالتدليك بحاول اني مرر الدم عليها والكولاجين، هذا الشيء بياخر. منطقه الجبين لليمين ولليسار ضل عندي منطقه الدقن، انا من جوا لبرا وبرفع من هون، هذا بيكون انا حصلت على ترطيب كامل للبشره بالاضافه للتدليك لمده 5 دقائق يوميا قبل النوم. طبعا نحن عم نحكي بعد ما بتغسلي بشرتك بالغسول المناسب، بعدين المرطب، بعدين التدليك. هاي العمليه لمده 5 دقائق وعلى مدار يومي أنا حميت بشرتي كترطيب دائم بالإضافة لتحريك الدورة الدموية كاملة بالبشرة. بضل فيها للصبح، أول ما من فيه الصبح أنا المفروض أني غسل بشرتي بغسول مناسب. ليش؟ لأنه أنا ما بدي أطلع على الشمس ويكون عندي أثار زيت بقيان على البشرة، عشان ما يعمل لك تصبغات أو نوع من الكلف أنا لما بشوف الشمس. أكيد. بالختام سريعا، في كتير ناس بيعانوا من خليني أقول مسامات الواسعة على الوش والجفاف، شو ممكن نقول لهم شي معلومة؟ وكمان اللي بيعانوا من جفاف الإيدين بالشتاء كتير، تمام، خصوصا مع استخدام المياه وال للأسف الجفاف الإيدين أكثر شيء للأسف على ستات البيوت، لأنه اليوم ما في ست بيت ما بتستخدم أكثر من 20 نوع من المنظفات، وكل ستات البيوت الحجة تبعهم أنه أنا ما بقدر أتحكم بالكف. بندفع ثمنه بعدين هو بالأكزيما بين الإيدين، صح. وبتتطور بعدين أنه بتصير عندك مثل بقع، بتصير هاي الحكة القوية. منقول إذا أنا بس بدي أحمي إيدي من الجفاف، رقم واحد لما بستخدم أي نوع من المنظفات لازم ألبس الكفوف لو ما بقدر أتحكم، هي عادة. إذا ظليتني أقول أنا ما فيني أتحكم أنا رح أتضرر، لا، فيكن تتحكموا، لأنه الكف بيكون على مقاس الإيدين. حميت حالي من كل أنواع المنظفات الكيميائية، هي رقم واحد. المسامات الواسعة إذا أنا ما قدرت أشتغل فيها بالبيت بخضع لطبيب، لأنه بيصف لك نوع من المقشرات على مدار وقت معين من السنة، وبالطبيعية بتوقيت معين هو مساء. النقطة الثانية، لما المم يستجيب لعلاج هو بيرفع التركيز، لأن أحماض الجلوكوليك هي أحماض الفواكه اللي موجودة عنا. هون أنا بكون عالجت المسامات، إلا إذا كانت وراثة. إذا كانت وراثة نوعا ما بيلجأوا تماما، أو بنلجأ لأجهزة موجودة بمراكز التجميل أكثر. البشرة الدهنية أكثر شيء بيستخدموا مرطبات أو كريمات فيها مواد بتنشف البشرة، هي غالبا بتكون مواد كبريتية، بيستخدموا صابونة خاصة بتلعب على بقاش البشرة أو بنسميها درجة الحموضة للبشرة، بالإضافة إلى الكريم المناسب لإلها. أكيد بدنا نشكرك الكيميائية براءة حداد على هي المعلومات، ونتمنى فعلا نكون كل الصبايا والسيدات استفادوا منها. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم، واكيد رح نجرب كل هاي الانواع اللي حكيت عنها اكيد بما يتناسب مع البشره.